بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم في الدرس ده عن شرح بقية الوظائف بتاع المكسب برشتو. عندنا في المرة اللي فاتت احنا كنا شغالين على فيرجن قديم، المرة دي شغالين على فوتوشوب CC 18. من أول الأداة دي في حاجات ما كانتش موجودة، في اختلافات. هنا مثلا الأداة دي وظيفتها او ادائها بيدينا نفس تأثير البخاخة، يعني بالضغط على الفرشة باستمرار هنلاحظ ان اللون بيتقل. لو احنا عطلناها ولونا هنلاقي ان اللون عادي، لو شغلناها ولونا هنلاحظ ان هي اللون بيتقل كل ما ضغطنا على الفرشة، ده من غير اسمنت. لو علينا القيمة هنا 100 ولونا هنلاحظ الفرق. هناخد مثال ازاي نعمل خط 3D عن طريق أداة الميكسر براش. مثلا لو خدنا الدايرة دي وعملنا الاسترايز وقفلنا واديناها لون أغمق، نزود قيمة الميكس شوية ونقلل الفولو ونقلل الويت بعدين ناخد لون افتح عايزين نعمل خط بالنتيجة دي. هنيجي على Alt نكبر الفرشة، Alt نضغط، خدنا نموذج من التكوين اللوني هنا هنشتغل بيه، نختار مثلا من الإعدادات ويت هيفي، نقفل اللير ده، ناخد لير جديد، نصغر الفرشة، هنعلي قيمة السموزنج. بالنسبة لأن تدريج اللون متقطع فأنا ممكن أشتغل أعدل من السبيسنج، أخلي القيمة 1 ونشوف الفرق. مثلا ممكن نعمل نموذج تاني، هنحاول نقلد الشكل ده مع تأثير ثلاثي الأبعاد. هنصغر الفرشة شوية، مكسر برشتول ليها استخدامات تانية غير ان هي بتدمج الالوان. هناخد نموذج حطينا هنا تكوين لوني تدريج على الاداة، هنختار الاداة وقلت ونكبر حجمها، قلت
هنلاحظ ان التكوين هنا موجود. نختار حاجة من الاعدادات الجاهزة. هنقفل الليب، ناخد ليب جديد. هنعمل تيست كده في البنتول، بنتول او من الكيبورد هقفل بيه. الت نضغط هنا، كليك يمين ونقول ستروك باس. ده لان احنا الفرشة بتاعتنا كانت كبيرة، كليك يمين عليه ونقول له ستروك باس، ميكسر براش تول. هات بالشكل ده، ولو صغرناها اكتر هتدينا نتيجة اكتر. هنكمل بقية الشكل، هنضيف نقطة هنا على كنترول ونحرك النقطة دي عشان نظبط الشكل. كنترول كنترول كنترول. كليك يمين، ستروك، اوكي. هناخد الشكل التاني، كنترول ونضغط على اي حتة فاضية، وبعدين نبدأ نقطة جديدة. الت كنترول ونضغط على اي حته فاضيه، نبدا. الت كنترول الت كنترول. هنحدد المسار الاولاني وبعدين شيفت، تاني شيفت، التالت ونقول ستروك ميكس اب كرافت تول وهكذا. نقدر طبعا ناخد مثلا المسار ده موجود عندنا وعلى الت وناخده كاب، بعدين نقول ستروك ميكس اب كرافت تول برضو. ايه نقدر نعمل نفس الكلام. كنترول اتش عشان نفتح المسار، والشكل ده الفرشة المكسر براش تول تقدر تعمل اشكال ثلاثية الابعاد. بالنسبة للاوبشن ده ده فايدته او وظيفته ان انت تخلي الفرشة مدببة الاطراف. يعني احنا لو الفرشة مقفولة نلاقي الاطراف عادية، لو عملنا تشيك هنلاحظ الفرق. ناخد
لون واحد عشان النتيجة تكون واضحة. ده ممكن نحصل عليه لو برضه دخلنا على الإعدادات وشيكنا هنا على شيب داينامكس. لو احنا مش مشيكين وشيكنا هنا وعملنا بين بريشر هنلاحظ اللي حصل نفس التأثير بتاع الأداة بتاع الأوبشن ده، يعني نقدر نحصل عليه من هنا. عملنا كده، عملنا كده، نقدر نحصل عليه من بره ومن وقت الإعدادات. دلوقتي هنبدأ في تطبيق درس عملي على المكسب بروسكوب.